باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 15، وصلنا لغاية عدد 29. المرة اللي فاتت انتهينا بقصة المرأة الكنعانية وتطويب المسيح ليها على إيمانها، وقال لها ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل، وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم، حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرص يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. قلنا أن ربنا يسوع له المجد راح ناحية بلاد الأمم. صور وصيدة كانت بلاد أممية، وهناك تقابل مع المرأة الكنعانية، وبعد ما فتح الباب باب الخلاص للأمم رجع تاني ناحية بلاد اليهود عشان يورينا أنه جيل اليهود واليهود رفضوه وتحول إلى الأمم وفتح إيديه لكل الشعوب، وبعدين في الآخر يرجع تاني يلم بقية اليهود اللي هيؤمنوا به. صعد إلى الجبل. تلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد كأنه بيحب حكاية الجبل، كل شوية يطلع الجبل، قال الموعظة على الجبل، وصعد من جبل الزيتون وصلب على جبل. الجبال في حياة ربنا كثيرة، لأن الجبل دايما رمز إلى الارتفاع والتسامي، وإن الواحد يبص للعالم من فوق. أغلب الناس بتبص للدنيا بانبهار، كأن الناس هي اللي صغيرة والدنيا هي اللي كبيرة. الإنسان الروحاني هو اللي كبير والدنيا هي اللي صغيرة. فربنا يسوع ياخد الناس معاه لفوق كده عشان ينسوا الدنيا وينسوا الهموم وينسوا المشغوليات. وتلاحظوا ان ربنا يسوع كان حريص انه يقضي وقت خلوة، اما لوحده او مع تلاميذه او حتى مع جمهور كبير في اماكن خلوية، لان الخروج للطبيعة والبعد عن دوامة كل يوم بيساعد الواحد يراجع نفسه ويكتشف هو عايش ليه وربنا عاوز منه ايه وهكذا. صعد الى الجبل وجلس هناك. فجاء اليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل وآخرون كثيرون. تلاحظوا أن كل فئات المرضى ابتدت تيجي لربنا، ومحدش بيجي لربنا ويمشي يعني بدون شفاء، كله بياخد شفاء، لأن اللي جاي وجاي من بعيد عنده إيمان وعنده رجاء. لو واحد ما عندوش إيمان مش هيكلف خاطره ويسافر أو يمشي مسافات طويلة عشان يطلع على جبل. ازاي العرج دول طلعوا الجبل؟ ازاي الشل دول طلعوا الجبل؟ ده معناه ان الناس كانت متأكدة انها لو وقفت قدام ربنا يسوع هتاخد الشفاء. وحتى الناس المشلولة اللي حواليهم متأكدين ان هم لو وصلوهم للمسيح هياخدوا شفاء. هنا المجهود اللي بيعملوه الناس عشان يوصلوا لربنا في الجبل ده شاهد على ايمانهم، فاستحقوا كلهم الشفاء. يقول طرحوهم عند قدمي يسوع زي اللي وصل وإيه بينهج، فكانوا يرموا المريض كده قدام ربنا، لأن هم يدوب عاوزين يقولوا له إحنا عملنا اللي علينا، يعني إحنا عرفنا نجيبه لك لغاية عندك. أو المريض من دول يقول أنا بالعافية وصلت، أنت بقى رب عليك الباقي. ودي رسالة لينا دايما، إذا كان فينا مريض وكلنا أمراض روحية علينا بس نحاول نوصل لربنا. والوصول لربنا مش صعب، لكن يحتاج إلى صعود إلى الجبل، يحتاج إلى خلوة، يحتاج إلى هدوء، وبعدين ننطرح عند قدمي يسوع. يعني الواحد يتذلل قدام ربنا أو يرمي حمله كله عند ربنا يقول فشفاهم. وهنا طريقة ثالثة للشفاء. قبل كده شفنا ربنا يسوع بلمسة الإيد بيشفي، شفنا ربنا يسوع بكلمة من فمه بيشفي، دلوقتي الانطراح عند قدمي يسوع يكون مجال للشفاء. مفيش طريقة واحدة، ربنا بيشفي لكل اللي يجي، وكل واحد يعبر بطريقته عن احتياجه، والكل يتمتع بالشفاء.
برضو حكاية الانطراح عند قدمي يسوع تفكرنا بموقف الكنعانية المرة اللي فاتت، لأن وإن كانت أممية جهلة ما تعرفش العبادة اليهودية، لكن ببساطتها جت وركعت وقالت له: ارحمني يا سيد ابن داود، ابنتي مجنونة جدا، وبهذا الركوع والسجود استحقت التطويب والشفاء. علمونا الآباء أن احنا لما نقرأ قصة فيها مرض جسدي نحوله في ذهننا إلى مرض روحي، لأن ما يشغلنا بالأكثر هي الأمراض الروحية. الأمراض الجسدية ربنا طبعا بيشفي الكل، لكن ديتها في الآخر الواحد هيمشي والجسد ده هيدخل التراب. إنما الأمراض الروحية لو ما خفتش ممكن الواحد يروح جهنم. فهنا العرج يقصد بيهم دايما اللي ماشيين في الطريق الروحي بيعرجوا، يعني مش واخدينها جد. في ناس ماشية في الحياة الروحية بس بتعرج، بتزك، يعني يمشي خطوة يقف شوية، أو ممكن يتعرج أو يعرج بين الفرقتين، يعني شوية يمشي في سكة الدنيا شوية يرجع لربنا. طبعا دول عاوزين ربنا يشفي رجليهم عشان ياخدوها جد ويتحركوا بسرعة أفضل. العمي إشارة دايما إلى أن الواحد مش شايف الحقيقة، مش شايف حقيقة هذه الحياة، مش شايف ضعفات وخطايات، مش شايف الناس كما يليق بيهم، مش شايف ربنا وعمله ومجده في كل يوم وفي كل لحظة، ومش شايف. فالأعمى ده بيبقى زي التايه، ولسه الفلوس بتبهره، ولسه المركز يشغله، نوع من العمى. الخرس إشارة للإنسان اللي لسه لسانه ما تعدلش، لسه لسانه مش عارف يسبح ربنا، لسه الكلام طالع في أمور بطالة كتير، لسه يمكن بيجيب سيرة الناس وبينم وبيكذب وبيغضب. فده زيه زي الأخرس، لأنه بيعمل أصوات لا قيمة لها، برضو يحتاج شفاء. الشل إشارة إلى عاجز الإرادة، المشلول ما بيعرفش يتحرك. والإنسان فينا أحيانا روحيا يكون نفسه في حاجات كتيرة بس الإرادة معدومة، نفسه يصلي كويس ما بيصليش، نفسه يصوم كويس ما بيصومش، نفسه يتوب ويبطل خطية ما بيبطلش، كأنه مشلول. لأن المشلول نفسه يمشي ويشيل ويحط ومش قادر يعمل حاجة. فأحيانا ده يمثل الواحد فينا في عجزه عن الحركة الروحية، إنه ياخد خطوة لقدام. شوفوا إن كان أخرس ولا مشلول ولا أعمى ولا أعرج، هو بس يوصل الجبل وينطرح عند قدمي يسوع والباقي على ربنا. لو عرف الإنسان فينا يخلو إلى ربنا ويسجد قدام ربنا ويشكي همه عند ربنا لازم هيخف. حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون ومجدوا إله إسرائيل. مجدوا إله إسرائيل يمكن تعبير يوحي أن بعضهم كان من الأمم، وده يدل أن حتى جماعة الأمميين مقبولين عند ربنا، فسمعوا عن معجزاته في كل بلاد اليهود وبره بلاد اليهود حتى الكنعانية. فما يعرفوش ربنا إلا باسم إله إسرائيل، فجم يمجدوا إله إسرائيل. وربنا هنا في شفاء للكل ما كانش بيميز بين أممي ويهودي، أي حد هيسعى ويوصل للجبل أي مرض عنده لازم يخف. فتلاحظوا أن ربنا وإن كان اليهود فاكرينه بتاعهم بس بيتعامل مع الكل ويشفي الكل ويريح الكل. وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق على الجمع لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. دي قصة تانية غير الخمس خبزات والسمكتين، هتبقى قصة 7 خبزات دلوقتي. وهنا القصة جت بعد حادثة الكنعانية وبعد تعبير مجدوا إله إسرائيل، كأن الوحي الإلهي عاوز يقول زي ما ربنا أشبع الجموع بالخيرات بال5 خبزات، ودي كانت إشارة إلى إيمان اليهود، لأن 5 خبزات إشارة للتوراة 5 كتب،
و5000 نفس إشارة برضو للتوراة، و1000 دي يعني مضروبة في زمن كده اليهود عبر الأجيال إذا أمنوا بالمسيح وتعلقوا به، والسمكتين إشارة إلى أهم وصيتين، تحب ربنا وتحب الناس. الحادثة اللي جاية دي بقى إشارة أن ربنا زي ما بيشبع اليهود بيشبع الأمم. ربنا هو هو مشبع للكل، اليهود اللي يدخلوا له بإيمان يشبعوا، والوثنيين حتى لو ما كانوش يهود قبل كده يصدقوا ربنا يسوع ويشبعوا. ويمكن المرة الأولانية كنا سمعين أن الناس جاعت لأن مسافة اليوم لغاية ما جه الغروب ما كلوش فجاعوا، يعني فترة كانت محدودة برضو. هنا 3 أيام ما بيأكلوش، نسيوا نفسهم، كأن الأمم كانوا أكثر حرمانا وأكثر جوعا للمسيح. 3 أيام يعني كل زمن حياتهم ما كانوش يعرفوا ربنا، فالجوع قارس بالنسبة لهم، مشتاقين لربنا أكثر حتى من اليهود. وبيقول الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون. برضو تلاحظوا أن ربنا كان بيلبي احتياجات الناس، بس ما حدش من الناس قال له أكلنا. كل واحد جاي اللي عنده عمى واللي عنده خرس واللي عنده شلل، وكتر خير ربنا قوي اللي شفى ده كله. إنما اللي هم ما طلبوهوش واللي ما فكروش فيه ربنا يسوع له المجد كان بيفكر فيه. ربنا دايما يعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر، أكثر مما نحتاج، أكثر مما نظن. ربنا خيره كتير قوي، اللي بتطلبه واللي ما طلبتوش، اللي تعرفه وما تعرفوش، اللي محتاجه واللي يمكن لسه هتحتاجه قدام، ربنا يعطي بسخاء. لست أريد أن أصرفهم صائمين لألا يخوروا في الطريق. ربنا يسوع عمل حساب الناس لما تروح، واضح أنهم في مناطق بعيدة عن السكن، ممكن يدوخوا من قلة الأكل أو يضعفوا، وبعد طلوع للجبل والنزول برضو مجهود كبير، فربنا حنين على الكل، فقال لازم نأكله. فقال له تلاميذه من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار؟ برضو يمكن بعضكم يقول الله ما فاتش إصحاحين على حادثة ال5 خبزات، ما لهمش حق، يعني على طول المفروض كان يجي في بالهم الظاهر هنتفرج على معجزة تاني، بدل ربنا بيقول يلا نأكلهم، يبقى المفروض يجي في بالهم على طول موقف مشابه ما فاتش عليه حاجة بسيطة. إنما الواحد فينا بينسى، ربنا يعمل ويعمل كتير قوي، ولما الواحد يتزنق ولا كأن ربنا عمل حاجة قبل كده، بدل ما نلوم التلاميذ تعالوا نلوم نفسنا إن ياما ربنا عمل معانا حاجات حلوة وكتير ما بننسى، ونتلخبط ونتخض ونستغرب ونبقى خايفين من الموقف، وبعد ما يخلص نقول أتم ما حصل قبل كده كتير. طب أنت نسيت ليه؟ من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده؟ برضو تخضوا من العدد، وبصوا للي في ايديهم لقوا ما فيش حاجة، حاجات بسيطة، وما جاش في بالهم الحادثة اللي فاتت. وبعدين ده على فكرة العدد ده أقل نسبيا من العدد اللي فات، يطلع 4000 غير الستات والولاد، الأولاني كان 5000، يعني كان بالأولى يقولوا له يا رب احنا فاهمين انت هتعمل ايه المرات. قال لهم يسوع كم عندكم من الخبز؟ عاوز يفكر يعني هنعيد تاني اهو، كم عندكم من الخبز؟ قالوا 7 وقليل من صغار السمك. هنا بقى الآباء انشغلوا بحتة ان الأرقام تدل على طبيعة الأمم، يعني 5 تناسب فكر اليهود عشان التوراة، لكن 7 بتشاور على أيام الأسبوع 7، كأن الناس عبر الأزمنة أغلبها وثنية، أغلبهم أمم. 7 من الأرغفة وقليل من صغار السمك، يعني حتى السمك الصغير ده اللي ما يشبعش. فالأمم كانوا تايهين وسط عبادات وثنية وآلهة غريبة ومش عارفين يوصلوا لربنا، لكن ربنا بيتعامل مع الأمم زي ما بيتعامل مع اليهود. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، نفس النظام، الطقس طقس والنظام نظام، قال لهم روحوا أعادوا الناس الأول. وأعادوا الناس دي دايما بتفكرنا أن ربنا يحب النظام، ربنا خيره كتير قوي، لكن برضو النظام مهم، لأن بالنظام كل واحد ياخد ويشبع ويفيد عنه، ومحدش يتظلم ومحدش يدوس على حد، وكل يشبع.
وأخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجام. نفس الطريق. يبقى كما يشبع المسيح اليهود يشبع المسيح الأمم يشبع المسيح الكل. وشكر أفكركم أن ربنا من قبل ما يعمل المعجزة بيشكر عشان يعلمنا نشكر وإحنا محتاجين لسه، نشكر وإحنا جعانين لسه، نشكر ولسه اللي قدامنا سبع خبزات وقليل من السمك. مش هنشكر لما نلاقيها كفة الآلاف، هنشكر من قبل كده بثقة وإيمان أن ربنا لازم هيشبعنا. وكسر هنا لمسة ربنا اللي كلها قوة عجيبة، بتدي بقى انطلاق للمادة وتدي معجزة أن الأكل يزيد، العيش يزيد والسمك يزيد. وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجمع. برضو ربنا يسوع مش بيوزع بإيده عشان يعلم تلاميذه أنتوا اللي هتكملوا بكرة، أنا معاكم على طول، لكن أنتوا اللي هتبقوا في وش الناس وأنتوا حسوا بالمسؤولية عن الناس، ومش كفاية نوعظهم ومش كفاية حتى نشفي مرضاهم، نشوف كمان احتياجاتهم أكلهم وشربهم، إحنا مسؤولين عنهم. وبدل خرج ورانا في البرية يسمعوا، ما يصحش يروحوا كده. فربنا يسوع له المجد في كل الكرم وبيعلم تلاميذه منهجه، هم اللي يوزعوا بأيديهم عشان يتعاملوا مع الناس ويتعلموا طولة البال. والتلاميذ أعطوا الجمع فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوء. هنا برضو الأرقام متغيرة، المرة اللي فاتت كانوا 12 أفة، رمز لل 12 تلميذ وإشارة لل 12 سبط اليهودي، إنما هنا سبع سلال، برضو رقم سبعة ده بتاع هذا الزمان. وبرضو بعض الآباء قالوا سبعة إشارة للأسرار السبعة، إن بالأسرار السبعة الروح القدس بيغني الكنيسة بيشبع الناس، المعمودية بتشبعنا والتوبة بتشبعنا والتناول بيشبعنا، وسبعة أسرار تشبع الكل، سبع سلال مملوءة. والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. برضو كرموز للأرقام، الأربعة دايما تفكرنا بجهات الدنيا الأربعة، والألف معناها رقم كبير ما تعدش، فأربعة آلاف إشارة إلى من كل شعب من كل لسان من كل أمة من كل جهة، هيبقى في ناس بتشبع بربنا وتلاقي احتياج. لو حطيتوا قصة الخمس خبزات جنب قصة السبع خبزات تفهموا فكرة اليهود والأمم، إزاي ربنا جاء لليهود أولا ثم تحول إلى الأمم، وهو قادر أن يشبع اليهود والأمم ويفيض عن الكل ما يزيد عن احتياجه. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل، وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء. الفريسيين والصدوقيين دول عمرهم ما كانوا أصحاب، دول فئات متزمتة إنما متصارعة متعارضة. الفريسيين يهود متزمتين إنما الصدوقيين يهود متطرفين في أفكارهم. الصدوقيين دول لا يقتنعوا بالقيامة ولا بالأرواح ولا بالملائكة، ودايما في صراع مع الفريسيين. إنما قصاد ربنا يسوع له المجد الاثنين اتفقوا عليه، الأعداء اتفقوا مع بعض ضد ربنا يسوع له المجد، لكن هما ما كانوش أصحاب، كان في عداوة بينهم وبين بعض. واللي يقرأ سفر الأعمال بولس في مرة كان بيتحاكم، فلما قال كلام وقعوا في بعض الفريسيين والصدوقيين، لأنه قال لهم أنا فريسي ابن فريسي، فلما قال كده الفريسيين بقوا في صفه والصدوقيون بقوا ضده، وكانت شغلانه. جاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه، يبقى هما الاثنين تدينهم مريض لأن ليهم مصالح. فربنا يسوع له المجد اللي كل الناس مشيت وراه، يعني بالنسبة لهم يعطل مصالحهم، فمتغاظين منه. وهم الاثنين كفرقتين عاوزين يخلصوا من ربنا يسوع له المجد. فحبوا يجربوه فسألوه أن يريهم آية من السماء. واحد يتعجب من الناس دول، ده قبلها بكام آية، العرج يصحون والعمي يبصرون والشل بيمشوا، كل ده ولسه طالبين آية؟ ده مش آية، ده آلاف من الآيات، ده المعجزات بلا عدد.
ده مش محطوط رقم ولا عدد لعدد المعجزات من كترها. كل ده ولسه مش شايفين، يقوموا يجوا يقولوا له عاوزين آية بقى من السماء. طب واللي كان بيعمله كان ايه؟ وعشان كده ربنا ما عملش آية. في ناس تستغرب وتقول ليه ما عمل لهمش معجزة؟ ما هو عمل كتير قوي، بس هنا العند بيخلي ربنا يسوع مش هيمشي مع عندهم. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون. سألوه أن يريهم آية من السماء، فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صح، لأن السماء محمر. يعني إيه؟ يعني الناس كده لما تتفرج على الغروب وتلاقي في لون أحمر كده بعد ما الشمس غابت، يقولوا واضح إن مفيش غيم ولا ضباب والسماء صافية، عشان لسه الشمس عاملة ضوء أحمر خفيف وهي ماشية كده. فلأننا شايفين اللون الأحمر ده معناه إن السماء صافية أوي. وفي الصباح، اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة. يعني لما يصحوا في يوم الصبح ويلاقوا الشمس مش باينة قوي في الفجر كده، يقولوا النهاردة شكله هيمطر أو شكلها هتشتي لأن الشمس مش طالعة. طب ربنا يسوع عاوز يقول لنا إيه؟ يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. يعني بس نصحيين تبصوا على السماء تقولوا صافية، تبصوا عليها تقولوا مغيمة، وعلامات المجيء الثاني ومجيء المسيح على الأرض وقصة الخلاص والمفيد والمهم مش مميزينه؟ هي قيمة أنك تعرف الشمس هتطلع ولا المطر هينزل، مش الأهم أنك تعرف مخلصك الآتي ربنا يسوع له المجد؟ مش الأهم تعرف معادك مع ربنا؟ مش ده أخطر وأهم كتير؟ الانشغال بأمور هذه الحياة والإفراط فيها على حساب الانشغال بالحياة الأبدية، ده نوع من الرياء. فالجماعة المتدينين اليهود دول ناس مرائين، يعرفوا يتكلموا ويفتوا في كل موضوع ويقولوا أصل الشمس شكلها إيه والمطر هيعمل إيه، وأمور الأمور الروحية الواضحة الصريحة مش بيتكلموا فيها صح. يعني عاوز يقول لهم بقى الشمس طالعة قصادكم، شمس البر ربنا يسوع جت لغاية عندكم ومش راضيين تشوفوها، وبس فالحين تقولوا الشمس طلعت ولا ما طلعتش والدنيا مغيمة ولا مش مغيمة؟ ما هو شمس البر قصادكم. ده القصد من الكلام، إن هم لم يستطيعوا أن يميزوا الحقيقة الواضحة اللي في ربنا يسوع له المجد، ويتباروا في تمييز الطقس، ويتباروا في تمييز السماء والشمس والشتاء والحاجات. يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. العتاب ده برضو نسمعه لنفسنا. ليه؟ أحيانا يبقى الواحد فينا بيتكلم في مواضيع كثيرة، في العلم، في السياسة، في الرياضة، في الاقتصاد، في السكان، في المواصلات، في العربيات، في طيب كويس انك تعرف حاجات كتير. طب مش كان الأولى تعرف حياتك الأبدية ومصيرك الأبدي، وتعرف فين خلاصك، وتعرف مسيحك، وتعرف إلهك؟ مش في حاجات أهم؟ ولا الواحد فينا يتكلم بكبرياء في كل أمور هذه الحياة ولا يميز الحقيقة؟ أغلب الناس كده تتكلم في أمور كتيرة قوي والناس ما بتبطلش كلام، والحقيقة المهمة اللي مرتبطة بأبديتهم مش عارفينها ومش مشغولين بيها. يبقى ربنا واضح ومعلن قدام عينين الناس، والناس تتجاهل ربنا وتتكلم في أمور تافهة. فهم لما طلبوا آية قال لهم الشمس بتتكلم والمطر بيتكلم والسماء بتتكلم، الصبح بيتكلم والليل بيتكلم، كل ده بيشهد. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، وانتوا سايبين ده كله وانا الاله الحقيقي قصادكم ولسه بتقولوا لي ادينا آية من السماء؟ انتوا مرائين. يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية. ربنا يسوع بقى عتاب شديد. جيل شرير فاسق،
جيل مش عاوز يشوف الحقيقة، جيل مش عاوز يعرف الصح، جيل بيدعي التقوى، جيل اليهود، جيل بيطلب آية وكأنه يعني شخص متدين، وهم بيتوا الخبث والمكر والدهاء وعاوزين يعني يمسكوا حاجة على ربنا يسوع له المجد. جيل شرير فاسق. وفاسق هنا بتفكرنا أن كل الأنبياء شهدوا على الأمة اليهودية أنها وقعت في خطية الخيانة بالنسبة لله، عبادة الأوثان روحيا تسمى خيانة أو فسق. ليه؟ لأن الشعب اليهودي ربنا كان بيعامله كأنه عروسته، كأنه ارتبط بيه رباط زوجي. فلما الشعب اليهودي عبد الأوثان كان وقع في الزنا. وبنفس الطريقة ما زال رؤسائهم بيعبدوا العالم وبيشتهوا المجد الأرضي. فجيل شرير فاسق يلتمس آية، كل اللي شغلهم آية بقى، كل الآيات دي ولسه مش شايفين، كل المعجزات دي وبرضه مش مصدقين وبيقولوا لسه عاوزين آية. ولا تعطى له آية، لا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. يعني مش هينفع معهم مهما عملنا معجزات، مش هينفعهم. إلا هينفعهم واحد زي يونان النبي. في إيه يا رب؟ إنه يموت ويقوم، هو ده اللي هينفعهم عشان يفوقوا من الضلمة اللي هم فيها. دول عاوزين موت وقيامة. فأنا مأجل الآية بتاعت يونان، كان يقصد على نفسه طبعا، إن ربنا يسوع له المجد لما يموت ويقوم تعلن الحقيقة أجمل ما يمكن، فالناس تبتدي تصدق بقى. هي دي الآية الحقيقية اللي ربنا مأجلها ومحوشها، أعظم آية في التاريخ، موت وقيامة ربنا يسوع من أجل خلاص. دي اللي شبهها وقال عليها آية يونان، لأن يونان لما دخل بطن الحوت اعتبر ميت، ولما خرج بعد 3 أيام كأنه أمن الموت. ولما خرج من بطن الحوت كان سر خلاص لشعب هالك، شعب نينوى كان محكوم عليهم بالهلاك. لكن بخروج يونان من بطن الحوت الشعب ده كله تاب ورجع، فكان يونان مخلص لنينوى، وكان يونان آية لجيله. لكن طبعا كان خلاص مؤقت، وكان نبي له ضعفات، أما المسيح إلهنا هو يونان نحن الحقيقي، ده يدخل القبر باختياره ويخرج منه بقوته ليكون خلاص لكل الأجيال. ثم تركهم ومضى. ربنا يسوع لما يلاقي الناس اللي قصاده مرائين غشاشين مش عاوزين يتعلموا، مش عاوزين يستفيدوا، يسيبهم ويمشي، لأن ربنا عارف مين اللي عاوز. يعني قعد مع الناس البسيطة 3 أيام يوعظ ويعمل معجزات، وجايين بالآلاف وما صدش حد وما ردش حد، وكل اللي كان عنده احتياج خدوا فرح وشبع، واداهم اللي ما طلبوهوش، الأكل والشرب. إنما الفريسيين والصدقيين هم مش عاوزين يتعلموا، هم جايين يجربوه. كأن ربنا يسوع بيقول ما فيش وقت للناس دول، اللي مش عاوز يستفيد ده بقى هو حر في حياته. ربنا رد عليهم وما حرمهمش من الرد، لكن تركهم ومضى. ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا، وقال لهم يسوع انظروا وتحرذوا من خمير الفريسيين والصدقين. لأن آخر جولة كانت مع الفريسيين والصدقين، وطريقتهم فيها العجرفة وفيها الكبرياء وفيها التشكيك في ربنا يسوع وفيها التعليم البطال وفيها التعصب الأعمى، فيها حاجات كثيرة غلط. فربنا يسوع له المجد لما ركبوا المركب مع بعض مع التلاميذ وما خدوش خبز، لأنه يعني المفروض خلاص بقى آخر حاجة يفكروا فيها حكاية الخبز بعد المعجزتين اللي فاتوا، آخر حاجة بقى يفكروا فيها الأكل والشرب. فربنا يسوع عشان ينبههم قال لهم أنا مش عاوزكم تتأثروا بطريقة الفريسيين والصدقين. وكعادة المسيح له المجد بيتكلم بأمثال، فاستخدم تعبير تحرزوا من خمير الفريسيين والصدقين، لأن خميرة صغيرة تخمر العجين كله. فلو طريقة الفريسيين دخلت وسط التلاميذ هتلخبطهم، لو الرياء اللي عندهم
بقى وسط التلاميذ، التلاميذ هيتلخبطوا. فربنا يسوع بيقول كلام المفروض التلاميذ يفهموا، دول تلاميذه وعايشين معاه وعارفين طريقته وطريقة الأمثال، ولسه في موقف مع الفريسيين والصدوقيين، يعني كل حاجة واضحة. ففكروا في أنفسهم قائلين إننا لم نأخذ خبزا. هم فكروا بطريقة تانية خالص، افتكروا الخمير خمير وقالوا معنى كده إن احنا ما نشتريش الخميرة من الفريسيين، طب امال هنخبز ازاي؟ ما جبناش عيش معانا، طب هنضطر نروح نشتري خميرة، يمكن يكون الخميرة دي بتاعة الفريسيين. وفكروا بطريقة حرفية مادية زعلت ربنا جدا، لأن كل اللي جه في بالهم إيه؟ ما معناش عيش، لم نأخذ خبزا. طبعا شوفوا ربنا بيتكلم في إيه والتلاميذ بيفكروا في إيه. هنا بقى أطول عتاب قاله المسيح لتلاميذه طول حياته. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان أنكم لم تأخذون خبزا؟ إزاي تفكروا اللحظة فقلت مش معانا أكل، مش معانا أكل، بقى أنا هكلمكم على أكل وشرب بعد كل اللي انتوا شفتوه؟ وبعدين يقول لهم: أحتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون؟ خمس خبزات الخمسة الآلاف كم أف أخذتم؟ ولا سبع خبزات الأربعة آلاف وكم سلا أخذتم؟ هنا بقى بيجيبها بالأرقام والتفاصيل عشان ده عتاب. قال لهم يوم الخمس خبزات كان في 5000 وفاض 12 أف، ويوم السبع خبزات كان في 4000 وفاض 7 سلال. بعد كده أنا هقول فين الأكل وما جبتوش خبز ليه؟ لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان؟ صدقوني العتاب لينا لما الواحد يشوف من ربنا كل الخير اللي عمله طول حياته، لما يكون ربنا فدانا بنفسه وحط فينا روحه، ساب لنا خبز الملائكة جسده ودمه على المذبح، وراح يحطر لنا حياة أبدية، وبعدين نفكر هناكل إيه ونشرب إيه ونعول الهم. ألا نستحق العتاب؟ لما ربنا يعمل ده كله وتبقى أرخص حاجة وأسهل حاجة الأكل والشرب بتاع الحياة ده، ده يعني حاجة ما تكلفوش حاجة، هو ادانا المفيد والمهم والغالي وبيحضر لنا حاجات كبيرة قوي، وبعدين نقعد نقول له بس احنا عايلين هم هناكل ايه بكرة؟ طبعا يقول لنا يا قليل الإيمان، قلة إيمان ان الواحد يقول لقمة العيش، لقمة العيش ده العصافير بتاكل من غير ما تفكر. النهاردة حجة ناس كتير في المشغولية عن ربنا لقمة العيش، وهو ربنا كان أثر في لقمة العيش عشان الناس تقول كده؟ لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون، هذه كلها تطلبها الأمم، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. كل مرة الواحد يسرح في الأكل والشرب يسمع هذا العتاب: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان أنكم لم تأخذوا خبزا؟ قلة إيمان أن الواحد يعول هم الأكل والشرب. وبعدين ربنا قارئ القلب فاحص القلوب، فحتى لو ما اتكلمتش هو عارف مخك رايح فين وقلبك مشغول بإيه. يعني وإحنا داخلين على موسم أعياد مثلا، أعياد مفرحة وأخبار مفرحة ومواضيع روحية جميلة للتأمل وللصلاة، وتلاقي الناس كل اللي بتفكر فيها تاكل إيه وهتلبس إيه. طب ده كلام ربنا لازم يزعل، فين الناس الروحيين اللي قدروا عطية التجسد وعطية الفداء؟ ولا ناس جزدانيين بيفكروا هناكل إيه ونشرب إيه ونلبس إيه؟ لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان أنكم لم تأخذوا خبزا؟ أحتى الآن لا تفهمون؟ أحتى الآن لا تفهمون؟ معنى كده أن ربنا شرح بدل المرة مرات، وبدل الموقف مواقف. وفي حياتنا كده ياما الحاجة بتتكرر،
والواحد يتزنق ويقلق ويصلي وربنا يفكه، ويرجع يتزنق ويصلي وربنا يفكه، وبعدين يتزنق ويصلي يفكها تاني، وبعدين يقلق يقلق. طب وبعدين حتى الآن لا تفهمون؟ مش مفروض بعد كل التكرار ده تبقى لسه مش فاهم؟ ده التكرار يعلم الشطار. كان لازم تبقى شاطر وتبقى فهمت سنة بعد سنة ويوم بعد يوم الدرس نفسه، لسه مش راضي يدخل دماغك. 7 خبزات ال4000 وكم سلا أخذتم كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقين. إزاي ما فهمتوش كلامي؟ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدوقين. مع العتاب ده فهموا بقى، هو ما يقصدش الخميرة بجد، يقصد فكرة تعليم الفريسيين اللي ممكن تخمر جوهم وتلخبط دماغهم. وبرضه الموقف ده اتكرر بعد كده، يعني ليلة صليب ربنا يسوع له المجد لما بيقول لهم اللي ما عندوش توب، اللي ما عندوش سيف يبيع توب ويشتري سيف. خلاص هما متعودين على لغة المسيح، الخمير هو التعليم والسيف سيف الروح. انبصوا لبعض كده وقالوا احنا معانا سيفين. طب ربنا يقول لهم ايه؟ نفس الموقف بتاع الخمير، انا هكلمكم عن سيوف. فقال لهم كفى، خلاص كفاية كفاية، تبقى تفهموا على مهلكوا بقى لأنه مفيش فايدة في الوقت ده. فنفس العتاب، ربنا يكون بيتكلم في أمور روحية وهما مخهم يرجع تاني للأمور الأرضية. يقول خمير الفريسيين يفتكروا عيش، هو يقصد تعليم. يتكلم عن سيف الروح والحرص عن القوة الروحية وهم يتكلموا عن السيف العادي. فهم في وادي وهو في وادي. حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدوقين. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ ربنا يسوع عمل معجزات كتير وعلم كتير وقال الموعظة على الجبل، والأحداث عمالة تتصاعد في إنجيل متى، وقربنا من أسبوع الآلام. تلاميذ بقى لهم فترة طويلة مع ربنا، شافوا معجزات كتير قوي مع ربنا. فجي سؤال مهم بقى، الناس دلوقتي شايفاني ايه؟ ماذا يقول الناس اني انا ابن الانسان؟ من يقول الناس اني انا؟ وبعدين ربنا يسوع اثر عليهم الاجابه وقال لهم ابن الانسان. يعني هو بيقول لهم انا ابن الانسان، راي الناس فيا ايه؟ بيقولوا عليا ايه؟ ابن الانسان ده اللقب اللي قاله دانيال في الرؤيا عن المسيح. قال شفت مع السحاب شبه ابن انسان، لان على السحاب وفي انسان هيمشي على السحاب، لكن هو شايفه كابن للانسان، شايفه متجسد. اتى وجاء للقريب للقديم الايام فقربوه قدامهم. فرؤيه المسيح في مجده جاي على السحاب، شافها دانيال قبل المسيح بسنين طويله. فاصبح لقب ابن الانسان لقب معروف ومشهور عند اليهود انه لقب المسيا الاتي، لقب المسيح المنتظر، لقب الملك المنتظر. فقال لهم طب الناس فهمت أنا مين ابن الإنسان بقى؟ مين ابن الإنسان بالنسبة لهم؟ كأن ربنا يسوع عاوز يقول لهم أنا بناسوتي واضح، أنا قدامكم كإنسان طبيعي، إنسان كامل، بأكل وبشرب وبلبس وبتكلم. لكن يا ترى الناس فهمت سري ولا لسه؟ الناس بتقول عليا إيه؟ شايفين فيا إيه أكتر من إنسان؟ أنا ابن للإنسان، بس هم شايفين إيه تاني؟ فقالوا قوم يوحنا المعمدان، يعني في ناس بتقول يوحنا المعمدان، يوحنا كان مات، كان هيرودس موته، وآخرون إيليا، إيليا ما كانش مات، وآخرون أرميا، لأن أرميا كان حنين وكثير البكاء، فيبدو أن ربنا يسوع كان كله رقة وحنان وقد يكون في بكاء، أو واحد من الأنبياء. يعني ده رأي الناس. الناس قالوا يمكن يوحنا، يمكن إيليا، يمكن. ولغاية دلوقتي ما حدش قال ده المسيح، ده ابن الله. قال له وأنتم من تقولون إني أنا؟ وأنتم رأيكم إيه؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي.
فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. ربنا يسوع فرح باندفاع بطرس المرة دي، لأن سمعان بطرس بقلب طفل شهد للمسيح الحي وقال: أنت المسيح، بدون أدنى شك. أنت مش مجرد نبي، أنت مش يوحنا ولا إيليا ولا أرميا، أنت أعظم من الكل، أنت المسيح ابن الله الحي. وابن الله عند اليهود يعني إله حق من إله حق، يهود فهمناها كده كويس زي ما احنا فهمنا. ابن الله الحي يعني أنت هو الإله الحقيقي الآتي إلينا وحي إلى الأبد. طبعا هنا ده اعتراف، ده قانون إيمان، ده اعتراف قوي وصادق جدا بالإيمان المسيحي اللي تقوم عليه الكنيسة بعد كده. فربنا يسوع قال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا. شاطر، يا بختك لأنك عرفت دي. وبعدين إيه؟ عشان يحفظ له اتضاعه قال له: دي مش شطارة منك، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. يعني اوعى تفتكر يا بطرس انك انت اذكى من الناس كلها فعرفت حاجه الناس ما عرفتهاش. ده ربنا كلمك، ابي الذي في السماوات اعلن لك عن السر. ده سر يفوق العقول، دي حاجه فوق المنطق وفوق العقل، ان ابن الانسان هو نفسه ابن الله الحي، ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه ولا طرفه عين، انه اله حقيقي وانسان حقيقي في كل لحظة. دي حاجة فوق العقل، فوق المنطق. ازاي وانت صياد غلبان وانت ما جبتش حاجة في الفريسيين والصدوقيين هتفهمها؟ ان لحما ودما لم يعلن لك، يعني ما فيش انسان شرحها لك لحم ودم، ما فيش حد قالها لك عشان تقولها، لكن ابي الذي في السماوات. وانا اقول لك ايضا انت بطرس. كأنه عاوز يقول له: أنت دلوقتي تستاهل تبقى بطرس، أنت كنت سمعان، عشان كده بيقول له: طوبى لك يا سمعان. بس قال له: يلا من دلوقتي بقى أنت بطرس. بطرس أصلها ليها معنى جميل، يعني صخرة، صخرة. أنت باعترافك ده هتبقى جزء من الإيمان، أو هتبقى صخرة جوه الصخرة الكبيرة اللي يتبني عليها الإيمان، زي ما هيبان دلوقتي الكلام. أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة، هذه الصخرة اللي قاله بطرس، مش بطرس نفسه. بطرس هو مجرد صخرة في صخرة المسيح، لأن بولس قال الصخرة كانت المسيح. بطرس حتى في اللغة معناها زلطة أو صخرة صغيرة، إنما الصخرة اللي يقصد بها المسيح يعني جبل صخري. فكأن بطرس بقى كده حتة من المسيح، لما اعترف ان المسيح هو ابن الله الحي بالحقيقه، قال له: كده انت قلت الايمان المسيحي مظبوط، وعلى صخره الايمان ده ابني كنيستي. عشان كده كان اول قانون ايمان، كان المسيحي زمان اول ما يتعرف على المسيح يقول له: انت مصدق ان المسيح هو ابن الله الحي؟ هو ده الايمان، يقول: انا صدقت، خلاص كده يبقى ايه، ممكن يدخل على المعموديه. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا. أحد القديسين قال يونا دي أصلها معناها الحمامة، فلأنه سمعان أصبح ابن الروح، الحمامة دايما رمز للروح القدس، فالروح القدس تكلم في قلب سمعان عشان يجاوب الإجابة الحلوة دي: أنت المسيح ابن الله الحي. قال له: خلاص طوباك يا سمعان ابن يونا، يا ابن الروح. يعني الروح القدس هو اللي نطقك عشان تقول الحقيقة، لأن ده مش شغل بشر. إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. كلمة يعلن دي تفهمنا إنه الإيمان المسيحي ما ينفعش يبقى مجرد منطق، هو إعلان إلهي، لأن ربنا بيكلم كل قلب وبيخاطب كل نفس بالروح القدس. عشان كده في متى 11 كان ربنا يسوع بيقول: ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، وليس أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. وساعتها قال: تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هتريحنا زي يا رب لو قبلتوا الإعلان.
لو قبلتوا ان المسيح هو ابن الله الحي هيتشال الحمل اللي عليكم، تجدوا راحه لنفوسكم. وساعتها ربنا يسوع طوب الاطفال وقال احمدك ايها الاب لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. اعلان الهي، اعلان. عشان كده احنا ممكن نصلي لغير المؤمنين، انما لازم ربنا يعلن لهم الحقيقه. احنا نجتهد ونشرح ونقنع، لكن لازم ربنا هو اللي يتدخل في الاخر. ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات. لان الموضوع فوق العقل، ادراك طبيعه الله سر فوق العقل، مش ضد العقل لكن فوق العقل. العقل البشري المحدود ما يقدرش يفهم طبيعه الله وسره، لكن ربنا يعلن عن سره لخائفه. طوبى لك يا سمعان ابن يونى، ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات. وانا اقول لك ايضا، انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. اذن الكنيسه مش مبنيه على حجاره عاديه، الكنيسه عبر الاجيال مبنيه على هذا القول، على هذا الايمان، المسيح ابن الله الحي. هو ده الايمان اللي واقفين عليه عبر كل الاجيال. وعشان كده بولس يسمي الكنيسه عمود الحق وقاعدته. معلمنا بولس يقول كده عن الكنيسه، الكنيسه دي عمود الحق، الحق يعني الحقيقه، وقاعدته. وابواب الجحيم لن تقوى عليها، يعني الايمان بالمسيح كاله ومخلص للبشر الجحيم ما قدرش عليه خلاص. ابواب الجحيم فتح قصاد الحقيقة دي، يعني الجحيم اللي كان مالك على كل الأرواح، اللي حبس حتى أرواح الأنبياء، اللي تمتع بالموت، موت كل الناس قبل كده. الجحيم ده قدام الإيمان السليم ده الأبواب تتفتح. وعشان كده ربنا يسوع خرج كل الذين آمنوا على رجاء، الأنبياء اللي انتظروا مجيء المسيح المخلص، كل دول بالفداء خرجوا من الجحيم على الفردوس. أبواب الجحيم لن تقوى عليه. يبقى في وعد للكنيسة، إن الكنيسة طول ما هي ثابتة على صخرة الإيمان، الاعتراف بالمسيح ابن الله الحي لن تتزعزع، والجحيم بكل قواته الشريرة ما يقدرش على الكنيسة. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. بالإيمان ده بطرس وإخواته ومن يمثلهم من أسقف بعد كده والكهنة، يبقى معاهم مفاتيح السماء، لأن المفاتيح مرتبطة بالإيمان المستقيم. فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. يبقى الإيمان المستقيم مبني عليه الكنيسة كلها، والكنيسة ممثلة في كهنتها وأساقفتها وأبائها الرسل، معاهم مفاتيح السماء. لما حد بيقبل منهم هذا الإيمان بيفتحوا له باب السماء ويقولوا له اتفضل. هو ده الدور اللي بتعمله الكنيسة، بتقول له كل الناس اللي في العالم تعالوا صدقوا أن مسيحنا هو ابن الله الحي، وبالإيمان ده نفتح لكم الملكوت، لأنه ملكوت ابن الله الحي، فلو صدقتوا تدخلوا معاه، ولو العالم رفض يتربط ما يدخلش. يبقى المفاتيح مرتبطة، سلطان الكهنة مرتبط بالإيمان المستقيم، ما هواش تسلط من الكهنة ولا الكهنوت على الناس، إنما ده المفتاح ده من أجل خلاص الناس. ما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء، يعني واحد يرفض الإيمان يبقى مربوط في خطيئته ويظل مربوط في السماء، واحد جاي بالإيمان والتوبة ياخد مغفورة لك خطاياك وتتصرف في السماء. ربنا يسوع له المجد يختم على كلام الآباء الرسل والكهنة لما يقولوا مغفورة لك خطاياك، يقول حاضر. بدل آمن بالمسيح ابن الله الحي وبدل جاي بالتوبة، خلاص هما معاهم المفاتيح. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقول لأحد أنه يسوع المسيح. تلاحظوا حاجة جميلة في ربنا يسوع، قبلها بحاجة بسيطة عاتبهم بشد على أنهم لسه بيفكروا في الخبز وبيفكروا في خمير الفريسين بطريقة حرفية، وقال لهم ازاي مش فاهمين كلامي. لكن لما حد فيهم جاوب إجابة مظبوطة وأعلن إيمان فطري بسيط حقيقي مظبوط،
طوبه بشدة. إذن ربنا يسوع له المجد مش بينفعل الانفعالات بتاعتنا اللي الواحد يزعل ويقعد في زعله، لا، ربنا يسوع بيعلم ولاده، يفرح بيهم لما يقولوا حاجة حلوة ويعاتبهم لما يقولوا حاجة غلط، لكن لسه بيحبهم ويفضل موقفه كمعلم مثالي لأنه بيصلح الغلط وبيشجع الصح. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد أنه يسوع المسيح. قال لهم دي ما تتقالش للناس، مش هيصدقوكم، استنوا لما أقوم من الموت، وساعتها يبقى في إعلان عن قوة لاهوتي، وانتوا بعد كده بالروح القدس تشهدوا لي، والإعلان الإلهي يستمر في قلوب البشر. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. من ذلك الوقت، اللي قبل كده ما كانش بيجيب سيرة صليبه وموته لأنه كانوا هيتخضوا، دلوقتي بعد ما أعلنوا أنه ابن الله بالحقيقة مفروض ما يتخضوش ويبقوا مطمئنين أنه لو دخل على الموت هيقوم من الموت لأنه ابن الله بالحقيقة، لكن لأن لسه إيمانهم مهزوز ومش ثابت، ابتدى ربنا يعلم بقى الخطة كاملة. بما أن هم أعلنوا أنه يسوع المسيح ابن الله الحي، قال لهم بصوا بقى، ينبغي أن أدخل أورشليم وأتألم وأتقتل وأقوم في اليوم الثالث. فأخذوا بطرس إليه، ده بطرس اللي لسه قايل الكلمتين الحلوين، وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يا رب. حاشاك؟ طب ده أنت لسه بتقول أنت المسيح، هو المسيح له المجد، حد هيقول له حاشاك يا رب؟ حشاك ازاي؟ ما هو ربنا عارف بيعمل ايه. لا يكون لك هذا، يعني انت هتغير الخطة يا بطرس؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ هنا بطرس اندفع بآدم القديم بقى اللي فيه، بالإنسان العتيق اللي جواه، بالتفكير البشري اللي يخلو من الإيمان. قال له لا، بعد الشر عليك. شر ايه بطرس؟ شر ازاي؟ ودي الخطة الإلهية لخلاص البشر، مش لسه بتقول أنت المسيح ابن الله الحي؟ فين الشر؟ هو الصليب شر؟ الموت من أجل العالم وفداء العالم ده أحلى حاجة في الدنيا. فقال له، أخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره، يعني بطرس بقى كأنه خايف على المسيح قوي، فخده على جنبه وقال له لا بلاش كده، ما تقولش كده، حشاك يا رب لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان. طب ده لسه يا رب كان طوباك، طوباك يا سمعان بيونة، أنت بطرس وعلى هذه الصخرة وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات بشرط تكمل في الفهم السليم. هتقول بلاش صليب، بلاش موت، بلاش ألام، يبقى أنت بقيت شيطان. ما هو الشيطان هو اللي بيقول بلاش صليب، هو الشيطان بيكره الصليب، الشيطان هو اللي بيقول بلاش تعب، بلاش موت، الشيطان هو اللي مش عاوز غير الدلع والراحة، لأن الباب الواسع يودي جهنم، هو بتاع جهنم. فهنا قال له اذهب عني يا شيطان، أنت دلوقتي الشيطان اللي بيتكلم على لسانك، أنت معصرة لي، أنت بتعطلني عن خلاص البشرية بكلامك ده، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. أنت لو تهتم باللي أنا نفسي فيه، إن أنا أفتح إيدي على الصليب وألم العالم كله في حضني وخلصهم من أسر إبليس، كنت هتفرح باللي أنا بقوله، كنت هتفهم اللي أنا ابتديت الكلام فيه، إزاي أكون أنا المسيح ابن الله الحي وأكون أنا المخلص لكل البشر. إنما أنت إيه، قلت حتة حلوة ورجعت تاني لخبطتها خالص بكلام مش حلو. وده يورينا انه قد الواحد فينا يمشي في سكة الإيمان شوية، لكن ده مش معناه انه مش هيلخبط، لازم يكمل في السكة للآخر، لازم يكمل اعتراف الإيمان للآخر. إذا قانون الإيمان مخلص، مش بس المسيح ابن الله الحي، لكن نؤمن أيضا أنه صلب ومات وقام وصعد للسماوات وأيضا يأتي في مجده. لازم القانون يكمل، لازم الإيمان كله يكمل. فالذي قيل له أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، قيل له اذهب عني يا شيطان، عشان يبان أن محدش معصوم من الخطأ، وأي حد ممكن يبتدي حل
ويلخبط بعد كده، الواحد يخاف على نفسه. أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بمرضى الله. اللي يهتم يرضي الناس زيادة يتحاشى الصليب، اللي يهتم يتجمل قدام الناس ما يحبش سيرة العذاب والألم والموت، يحب المجد الباطل. إنما اللي اشتغل مع ربنا ما يهموش المجد الباطل. الذي يهتم في مال الله يحب التعب ويحب الصليب ويحب البهدلة ويحب العار بتاع الصليب، لأنه هو ده اللي دخل على خلاص وأبدية. لإلهنا كل مجد وكرم إلى الأبد. آمين.